من اختراعي، هي مش موجودة في السوق، فرد أنا فرد زي البروتين زي ولا البروتين وزي البوتوكس حلو؟ ايه والكلام الفرق بقى ده. بينها وبين البروتين مثلا؟ والله هي الفكرة إن بتبص تلاقي بيديك الفوليوم بتاع الشعر بيبقى أعلى، حلو تبص تلاقي ترطيبة الشعر بتبقى أفضل، حلو، تبص تلاقي تغذية الشعر كمان ما يبقاش هايش، ما يبقاش برافو، يعني مغذي مش بس طبعا فرد. معالج. طب انا طبعا استنهز الفرصه بقى وتعمل لنا اوفر كده على القهوه الخفي، اي حد جه من البرنامج يعمل له خفي عندك يبقى ليه اوفر. انا عينيا اوفر ليه من ليكم غير ليه؟ اي حاجه عشان خاطركم ربنا طبعا. يخليكم ليه؟ ربنا لا يخليك هتبقى يا رب. نسبة عشان برضه ما يعني ما نجيبش لا عليك لا هو ما تقلقش.